إلى إليزي، حيث نظمت فعاليات اللجنة الشعرية، شارك فيها العديد من الشعراء من مختلف مناطق وبلديات إليزي. المزيد مع هارون لوميدي. هنا تلتقي القوافي العذبة والكلمات الرنانة في هذه الخيمة الثقافية بدار الثقافة عثمان بالي بإليزي. التقى الشعراء هنا لإمتاع الجمهور بما جادت به قرائحهم الشعرية. إليزي زاق دامس تي حسين ديت سوا النتساس دين امتقتو لا دمار ورتكو لا جاتم فارجت سالبارود مغي موسى تسولي مغاد مغا هكا. شفنا انه فيه تجاوب من طرف الجمهور اللي حضر هذه الخيمه، خاصه وانه الهدف من تنظيم هذه الخيمه انه المحافظه على الارث الثقافي، خاصه الارث الشفوي ومنه الشعر التارقي والامثال. انا درك جيت من غينا مناس لجال الخيمه هذه باش نشارك فيها، خيمه اصيليه انتغت التارقي، جيت باش نشارك فيها هنايا ممثل بلديه غينا مناس. الشعر والثقافة والسياحة عناصر تتفاعل في هذه المنطقة الصحراوية الخلابة من خلال هذا الحدث الثقافي الذي سيساهم في اكتشاف مناطق التسهيل النجر السياحية. لا ننسى أن الشعر التركي هو أكبر مكتنس تاريخي لسرد تاريخ منطقة الطوارق والصحراء الكبرى. هذه المناسبة كتجربة أولية محلية نرصدها هذا العام استعدادا لتجسيدها كطبعة وطنية إن شاء الله. مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تعيش على واقعها مدينة إليزي جعلت من القصيدة رافدا مهما للتعريف بالمنطقة.